شبكة قنوات المحروسة. تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. البحث العلمي ومشكلات المجتمع المصري. الفجوة العلمية والتكنولوجية في منظومة البحث العلمي. ربط الأبحاث العلمية بالصناعة وارتباط البحث العلمي بعجلة التنمية. ملفات ساخنة، موضوعات مثيرة نناقشها معكم وعلماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. أعزائي المشاهدين، مساء الخير، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة نلتقي فيها مع العلم والعلماء وبرنامجكم علماء من بلدي. ضيفنا النهاردة أعزائي المشاهدين أستاذ دكتور عادل محمد عوض، أستاذ الفيزياء النظرية بكلية العلوم جامعة عين شمس، والفائز مؤخرا بجائزة الدولة للتفوق العلمي في العلوم الأساسية لعام 2017. مصر مش يانا ينتا، مصر أنا وانت. تعالوا نبنيها. علماء من بلدي القناة. أستاذ دكتور عادل عوض حصل على بكالوريوس العلوم قسم فيزياء بتقدير ممتاز عام 1988 من جامعة عين شمس، وفي نفس الجامعة حصل على الماجستير في الفيزياء النظرية عام 1993. نال منحة لمدة عام بالمركز الدولي للفيزياء النظرية بإيطاليا، حصل خلالها على دبلوم فيزياء الطاقة العالية عام 1994. أيضا حصل على منحة أخرى كطالب دكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية من 1996 وحتى 2001. دكتور عادل عوض عاد لنفس الأماكن اللي تلقى فيها بالعلم من خلال وجوده كطالب. أيضا نال منحة المركز الدولي للفيزياء النظرية بإيطاليا كعضو مشارك من 2005 وحتى 2011، كما عمل أيضا أستاذ زائر في الولايات المتحدة الأمريكية من 2006 وحتى 2008. رصيد دكتور عادل عوض من الأبحاث العلمية المنشورة يصل ل 30 بحث في الدوريات العلمية العالمية. أيضا شارك في العديد من المشروعات البحثية بالإضافة لإسهاماته في عدد كبير من المؤتمرات الدولية والزيارات العالمية. أما الجوائز في رحلة دكتور عادل عوض: جائزة في الفيزياء النظرية من جامعة عين شمس عام 2006، جائزتين في النشر العلمي في الفيزياء عام 2009 و2013 من إحدى المؤسسات الاجتماعية. أيضا جائزة الجامعة البريطانية في مصر للأبحاث العلمية المؤثرة عام 2016، ومن الدولة الجائزة التشجيعية عام 2010 والتفوق 2017. اسم في الوجود يا مصر، يا اسم مخلوق للخلود يا مصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر
مصر، تحيا مصر. على شاشة القاهرة الآن. معكم على الهواء مباشرة أستاذ دكتور عادل عوض، أستاذ الفيزياء النظرية بكلية العلوم جامعة عين شمس، والحائز على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية لعام 2017. أهلا بحضرتك معانا وألف مبروك الجائزة. شكرا جدا لحضرتك وشكرا جدا على استضافتكم. دكتور عادل، خلينا نتكلم في البداية عن آخر جائزة، حصول حضرتك على الجائزة، جائزة التفوق 2017. هل كانت جائزة متوقعة بالنسبة لك؟ في الحقيقة لا، ما كانتش متوقعة، لأن أنا عارف من زمايلي في الحقيقة أن الجائزة صعبة وناس كتير بتقدم عليها سنوات وبعد كده بيحصلوا عليها، فكان دي أول مرة أقدم عليها في الحقيقة، والحمد لله يعني نلتها، يعني فدي حاجة كويسة، يعني بعتبرها حاجة كويسة. أكيد طبعا يعني جايزة هامة في مشوار حضرتك دكتور عادل، بس خلينا نتكلم في الأول كده عن البدايات، اختيارك أصلا للتخصص والفيزياء النظرية، وحتى من قبل تخصص الفيزياء النظرية دخولك كلية العلوم، يعني اختيار ولا هيبقى كان تنسيق ولا ايه بالظبط؟ هو في الحقيقة أنا جالي تنسيق في الثانوية العامة، يعني كنت جايب مجموع كويس وكان التنسيق ممكن يوديني إحدى كليات الطب، وكانت الرغبة بتاعتي إن أنا أدخل علوم، لدرجة إن أنا يعني عملت مشكلة ساعتها مع أهلي، وأنا فاكر إحنا أصلا من اسكندرية، فكنت وقتها مع أهلي في اسكندرية بنزور قرايبنا وبنصيف، فبابا خدها فرصة ولم يعني الناس بتوع العيلة عشان يحاولوا يقنعوني في الحقيقة أن أنا أدخل كلية طب أو حاجة يعني أفضل من علوم، ودخلنا بقى في مناقشات وكده، وبرضو ما أثننيش يعني أن أنا أدخل كلية العلوم. فلما دخلت كلية العلوم كان حلم وهدف بالنسبة لك يعني؟ ورغبة حقيقية، يعني لأن أنا من صغر سني يعني أنا كنت مهتم بقصة العلم وقصة أن أنا أفهم الحاجات بتشتغل إزاي، متركبة من إيه، بتعمل إيه. ظاهرة طبيعية كانت حاجات بتشدني جدا، فكان من وانا صغير فعلا يعني. بس دخلت بقى كلية العلوم، دخلت كلية العلوم. هو في الحقيقة قبل ما أدخل كلية العلوم أنا فكرة المكتبة اللي موجودة في المدارس الثانوية في الحقيقة عندنا حاجة مهمة جدا، لأن هو ده اللي خلاني أنا أقدر أقرأ وأعرف إيه الفيلدز المختلفة أو إيه المجالات المختلفة الواحد ممكن يشتغل فيها. المدرسة كانت في الإسكندرية برضو ولا لا كنت في القاهرة؟ في القاهرة في الحقيقة، مدرسة النقراشي الثانوية وقتها، وكان فيها مكتبة في الحقيقة جيدة جدا، وأمينة مكتبة حتى يعني إنسانة رائعة في الحقيقة، وساعدتني كتير في إن أنا أقرأ وأتعلم حاجات كتير من نفسي يعني، وده عمل فرق معايا جدا في مرحلة الثانوي، وخلاني أنا أبقى مقرر بدري أنا عايز أعمل إيه. فكنت مقرر في الحقيقة من أولى ثانوي تقريبا أو من تانية ثانوي أنا عايز أدرس فيزياء تحديدا، بس النتيجة لأنه في مكتبة ومكتبة محترمة كده في المدرسة دي كانت حاجة رائعة، وأمينة مكتبة كمان فاهمة بالظبط بالظبط، وكان أنا كنت من مجموعة أصدقاء المكتبة وقتها، وكنت يعني حاجة جميلة بالنسبة لي إن أنا أقضي أي وقت فراغ عندي في المدرسة يعني في المكتبة، أقرأ وأستعير كتب وحاجات زي كده، فعملت فعلا قفزة ثقافية عندي في الفترة دي، وكانت حاجة مهمة جدا في حياتي بعد كده. وكنت مثلا مهتمة بالكتب العلمية ولا لا، القراءة من أجل القراءة والمعرفة؟ في الحقيقة الأول كانت قراءة من أجل القراءة والمعرفة، يعني كنت بقرأ في حاجات كتير فترة أولى ثانوي، أنا فاكر كويس يعني علم نفس وفلسفة وفيزياء ورياضة وكيمياء، حاجات كتير قوي كنت فعلا بدأت ذهني يتفتح على حاجات
كتير جدا يعني، وده اللي ساعدني ان انا اختار بعد كده. فكانت يعني قراءة للثقافة العامة، ما كانتش حاجة انا محددة عايز اعملها. وبعد كده بدأ يبان بالنسبة لي الاتجاه اللي انا عايز اخده يعني. بس القراءة يعني كونت شخصية حضرتك بالزبط. طيب دخولك كلية العلوم واختيارك كمان لتخصص الفيزياء النظرية، يعني برضو التخصص صعب بس هو اكيد يعني ليه مفهوم، ممكن تسهله لنا او تشرحه لنا؟ تمام. هو في الحقيقة الفيزياء النظرية، هو الفيزياء طبعا هي علم تجريبي في الأساس، بمعنى ان علم بيقول لنا حاجات محددة عن الطبيعة وبنختبرها من خلال تجارب ومن خلال observations. فهو علم تجريبي، يعني التجربة فيه حاجة أساسية جدا. بس في الحقيقة التجربة لوحدها ما هياش كافية ان هي تفهمنا الظواهر بشكل جيد، فلازم التجربة دي نحاول نستقي منها نسق، أو زي ما بنقول موديل أو نموذج. النموذج ده بيقول لنا إيه هي المفاهيم الأساسية في التجربة، زي مثلا تجربة بسيطة زي أي شيء إحنا بنمسكه وبنسيبه بيقع ناحية الأرض. الحاجة الأساسية، المفهوم الأساسي هنا اللي أنا ممكن أخرج بيه من التجربة البسيطة دي، هي مفهوم الكتلة بتاعت الجسم، إن الكتلة بتاعت الجسم ماشي هي اللي بتشد الجسم دوت للأرض، فمن غير كتلة ده مش هيحصل. فالتجارب مرتبطة بمفاهيم، والمفاهيم دي بتعمل لنا نسق نظري، من خلاله بنقدر كمان بقى نكتب معادلات رياضية بحيث نحسب الكميات الفيزيائية دي بشكل دقيق. فالعملية دي ده شغل الفيزياء النظري، ان هي بيحط النسق ده عشان من خلاله يفسر التجارب، بيبقى عندنا فهم حقيقي للظاهرة الفيزيائية. يعني هنحاول نفهم اكتر من خلال الحلقة يعني بشرح كده مبسط من دكتور عادل، بس خلونا نرجع لمرحلة الكلية والتفوق والنبوغ، لانه التفوق والنبوغ كان يعني من وقت الكلية اصبح فيها دكتور عادل عوض معيد في يعني دفعة 88. اصبحت على طول معيد. تمام. مباشرة. هو في الحقيقة دخولي الجامعة عمل فرق بقى كبير جدا، يعني في المدرسة الثانوية كان عندي مجموعة أصدقاء صغيرين جدا، بنأثر على بعض وعلى قرايات بعض وآراء بعض، وكانت حاجة جميلة جدا وقتها. في الكلية بقى الموضوع اختلف بقى، لأن بقى في ناس عايزة تدرس نفس المجال اللي أنا عايز أدرسه، والناس دي على علم كويس جدا، والكلية سمحت ان تدور ما بيننا نقاشات كتيرة جدا. وفي الحقيقة انا دايما بقول ان الفيزياء طبعا هي من العلوم الصعبة اللي هي الناس بتتعلمها دايما من خلال المناقشات القوية الشديدة اللي بتحاول تبين المفاهيم وتبين التصورات والتخيلات بتاعتنا عن الظواهر الفيزيائية. وفي الحقيقة ده ساعدني جدا، ان انا كان عندي اتنين زملاء في الحقيقة يعني اثروا جامد جدا في حياتي، احنا اثرنا على بعض بشكل ايجابي جدا. زملاء يعني احنا متعودين انه يعني من خلال ضيوفنا العلماء بيتكلموا في تأثير في وقت الكلية من الأساتذة، لكن بصراحة أول يعني ضيف يقول لي أنه الزملاء هم اللي أثروا على بعض. في الحقيقة أنا كان دفعتي فيه اتنين زملاء وأصدقاء عزاز عليا جدا، أثروا فيا جدا، منهم أحمد هنداوي وسيد لاشين، كانوا دفعتي وبنذاكر ونشتغل مع بعض، وفي الحقيقة احنا كان تأثيرنا على بعض رائع جدا. ده مش معناه ان مفيش تأثير من أساتذة، في الحقيقة كان في عندي يعني أستاذين أثروا فينا جامد جدا، أستاذ دكتور الله يرحمه دكتور مصطفى شلبي كان بيدرس لنا ميكانيكا الكم، وكان أستاذ فيزياء نظرية عظيم في الحقيقة، والأستاذ دكتور فهمي ميخائيل درس لنا نظرية نسبية عامة
في جامعة عين شمس. والأستاذين دول في الحقيقة هم مدرسة، يعني كل واحد فيهم مدرسة علمية في حد ذاته وأثروا فينا جدا. لكن أنا رأيي إن اللي شجعني وخلاني أستمر وخلى يبقى فيه فرق حقيقي هو كان الزملاء اللي معايا. كنا دايما بنتناقش في كل صغيرة وكبيرة في المسائل العلمية والفيزيائية، وعملنا حالة جيدة جدا في الحقيقة في الفترة دي. وكلنا اتعيننا معيدين وكلنا بقينا أساتذة، وكل واحد شق طريقه وبقى حاجة الحمد لله يعني كويس. طيب يعني بعد مرحلة انه دكتور عادل بقى معيد في الجامعة وكل واحد شق طريقه، دكتور عادل بقى شق طريقه ازاي؟ لانه يعني اكيد بعد ما يتعين معيد هيبقى في رسالة الماجستير والدكتوراه. اختيارك للموضوعات سواء في الماجستير والدكتوراه؟ في الحقيقة انا دايما كنت يعني مولع اثناء دراستي في الكلية بالأعمدة بتاعة الفيزياء الحديثة اللي هي نظرية الكم والنظرية النسبية. نظرية الكم هي اللي بتحاول تفهمنا الفيزياء وظواهرها اللي بتحدث في العالم الصغير، كل حركات الذرة والإلكترونات والبروتونات اللي داخل الذرة كلها يتحكم فيها المفاهيم بتاعة النظرية دي، نظرية الكم. وفي نظرية أخرى بقى مش بتتحكم في العالم الصغير، لا بتتحكم في العالم الكبير جدا اللي هو النظام الشمسي بتاعنا والنظام المجري اللي هو مجموعة الشموس اللي موجودة حوالينا بتعمل مجرة ضخمة فيها حوالي مليار نجم، برضو ده بيتحكم فيها النظرية النسبية. وكمان تطور الكون كله، الكون كما نعرفه الآن يعني مثال واضح على تطبيق النظرية النسبية. فالنظريتين دول كانوا بيتنازعم، الواحدة شغالة على العالم الصغير والتانية شغالة على العالم الكبير، والاتنين دول هم اللي بنوا الفيزياء الحديثة كلها. والناس الدارسين النظريين زي حالاتي دايما بيبقى عندهم في الأول نوع من الكونفيوجن أو ان احنا مبقاش عارفين هندرس ايه الاول، خلط احنا عايزين عايزين ندرس الكوانتم ميكانيكس الاول او فيزياء الكم الاول ولا النسبية الاول. طب انا هتخصص فيزياء الكم ولا الفيزياء النسبية؟ وبعد كده الواحد طبعا بيختار طريق وبعد كده بيشتغل في اتجاه معين. وفي الحقيقة معظم الناس بعد كده اللي هي بتبقى جادة تشغل في الاثنين، لان هما الاثنين زي ما انا قلت هما اعمدة الفيزياء الحديثة وهما مهمين يعني جدا. يعني ايه جدة؟ يعني ناس بتحاول تفهم الفيزياء النظرية والحديثة بشكل متكامل، يعني مش بحث عشان الترقية وخلاص، مش بحث عشان الترقية او بحث عشان يعني يبقى في هدف مادي وراه. يعني هو عايز يفهم، عايز يفهم الطبيعة شغالة ازاي وازاي نحاول نفهمها اكتر ونحاول نفسر ظواهر الكون اللي حوالينا بالشكل المجمل يعني. بس ففي الماجستير في الحقيقة انا اخترت الفيزياء الكم وان انا ادرس العالم الصغير، وعملت الرسالة بتاعتي في ما يسمى بالكوانتم فيلد ثيوري او نظرية الكم اللي بتتحكم في الجسيمات الاولية اللي هي كمان الجسيمات الدون ذرية زي برضو الالكترونات البروتونات كمان الجسيمات اللي بيتكون منها البروتونات والنيوترونات اللي احنا بنسميها الكواركات، كل دي بيتحكم فيها او بتقدر تفسرها نظرية الكم المجالية او بنسميها احنا كوانتم فيلد ثيوري. استمرار يعني تلقي العلم كان يعني مستمر مع حضرتك من خلال السفر لإيطاليا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نتكلم على كل بلد سافرتها إزاي، تعلمت فيها إيه، هل المجالات مختلفة ما بين مثلا إيطاليا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، طرق البحث العلمي أو غيره؟ تمام.
هو في الحقيقة المنحة اللي جيت لي لدراسة فيزياء الطاقة العالية في إيطاليا نتيجة أن أنا كنت زرت المركز ده. حضرتك كنت بتتكلم معايا قبل ما نسجل على ورشة العمل. ورشة العمل دي هي اللي خلتني بعد كده يعني كنا اتقابلت في ورشة العمل دي ورحت عملت تفاعل مع العلماء. يعني اللي هناك كان مدتها قد ايه ورشة العمل؟ كانت مدتها شهر وهم عملوا لي بعد كده مد ليها شهر كمان. فقعدت في إيطاليا وقتها شهرين قابلت فيهم علماء كتير واستفدت فعلا. كانت استفادة في الحقيقة كبيرة بالنسبة لي وقتها. كنت وقتها بقى لسه ما عملتش طبعا ماجستير ولسه تقريبا متخرج. فكان التفاعل مع العلماء الكبار دول ومحاضراتهم عن العلوم اللي أنا كنت عايزة أتعلمها كانت بالنسبة لي حاجة مهمة قوي. وخليتهم برضو يشوفوا فيا حد معقول بحيث لما قدمت أنا على الماجستير اللي هي الدبلومة كورس دي إن هم قبلوني في الحقيقة. فكان ده يعني حاجة كويسة في الحقيقة. طيب وبالنسبة بقى للدكتوراه؟ بالنسبة للدكتوراه بعد لما خلصت الدبلومة بتاعت إيطاليا وعملت فيها كويس جدا في الحقيقة رجعت مصر تاني استلمت عملي في جامعة عين شمس واشتغلت تقريبا حوالي سنة سنة وكم شهر وقدمت في بعض الجامعات الأمريكية على برنامج دكتوراه إن أنا أخد منحة دراسية كاملة لدراسة الدكتوراه في الولايات المتحدة. وفي الحقيقة وقتها قدمت في يعني عدد من الجامعات وجالي قبول في جامعة كانت أنا كنت وقتها شايف أنها كويسة جدا لأن كانت فيها مجموعة بتدرس الحاجة اللي أنا عايز أدرسها. والمنحة الشخصية دي بتبقى نتيجة برضو منافسة يعني لازم ناخد امتحانات معينة امتحان اسمه GRE أو Graduate Record Examination ده لازم الواحد يجيب فيه سكور عالي لازم يجيب فيه درجة عالية عشان يقبل بمنحة كاملة فأنا عملت ده في خلال السنة اللي أنا قعدتها السنة البينية دي اللي أنا قعدتها ما بين إيطاليا وما بين أمريكا. وبعد كده قدمت وفي الحقيقة جالي قبول بعدها على طول في جامعة كنتاكي في الولايات المتحدة فاتقابلت سنة 96 كان 96 ده أول بدء شغل الدكتوراه بالنسبة لي. الفرق بقى منهج البحث العلمي ما بين إيطاليا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية هو في الحقيقة ده سؤال كويس لأن ناس كتير قوي فاكرين هم كلهم بقى دول غربية يبقى المنهج هو مفيش اختلاف. هو في الحقيقة المنهج مختلف ما بين أوروبا وما بين أمريكا تحديدا أو دول أمريكا الشمالية أمريكا وكندا مع بعض في الحقيقة مختلف عن الفلسفة بتاعت التعليم بتاعت الدراسات العليا في أوروبا. الأوروبيين في الحقيقة بيبقوا جايين جاهزين أكتر فعندهم باتشولر ديجري أو بكالوريوس قوي فبيقدروا على طول يعملوا ماجستير في سنة ودكتوراه في 3 سنين معظمهم. بس برضو ده على حساب ان التخصص بتاعهم بيبقى ضيق شوي يعني ما بيبقوش شايفين المجال بشكل افضل يعني. دي مجموعة من الصور لحضرتك معلش هنقطع بس الحديث لحظات عشان نشوف الصور. طب هو لحد لما تيجي الصور نكمل بقى والحاجة الجميلة بقى في أمريكا إنها بتدي متسع من الوقت أكتر بالنسبة للدكتوراه. في الدكتوراه هناك 5 سنين وبيبقى فيها تأسيس أكتر للمعارف الأساسية في الفيزياء وبعد كده الواحد بيبقى عنده سكوب واسع يعني يقدر يشتغل في مجالات مختلفة في الحقيقة. فهي ده الاختلاف ما بين الفلسفتين. دي مجموعة الصور ده أنا وأنا في بعد لما خلصت الدكتوراه رحت اتقابلت في جامعة سينسيناتي كباحث ما بعد الدكتوراه ودي صورة ليا وأنا في قسم الفيزياء هناك في جامعة سينسيناتي. أنا قضيت في سينسيناتي 2 سنين وده برضو صورة ليا تانية في قسم الفيزياء هناك من الجنب الآخر للمبنى يعني وده يعني لسه بقى هنتكلم عليهم بالتفصيل مكتب. يعني بقى لسه يعني دي مرحلة بقى ما بعد الدراسة الدكتوراه
وبالنسبة للصورة دي، الصورة دي برضو، دي برضو في جامعة سنسناتي، دي صورة متاخدة برضو من جامعة سنسناتي، في الكامبس يعني بتاع الجامعة، في الحرم الجامعي. ودي بقى صور حديثة أكتر، ده واحد من الكولابوريتورز بتوعي المهمين جدا، دكتور شومت داس، هو مع زوجتي أولادي اللي هم يعرفوهم بشكل كويس، فكانوا داعين على العشاء عندهم في الحقيقة في البيت من سنتين تقريبا. وده المبنى بقى اللي أنا اشتغلت فيه 5 سنين في الدكتوراه، وبعد كده 3 سنين لما كنت فيزيتنج بروفيسور في جامعة كنتاكي. طيب احنا لسه كنا بنتكلم على الفروق ما بين البحث، منهج البحث العلمي في ايطاليا اوروبا بشكل عام والولايات المتحده، بالظبط الولايات المتحده الامريكيه. خلينا بقى نتكلم على المرحله التاليه في حياتك او في مشوارك، رجعت مصر مره تانية. تمام. هو في الحقيقه قبل ما ارجع مصر كان انا زوجتي كانت معايا برضو، وكانت اتقبلت برضو في برنامج دكتوراه في جامعة كنتاكي برضو، واحنا كنا محظوظين ان احنا الاتنين نتقبل. تخصصها ايه؟ هي تخصصها في الحقيقة مولوكولر بيولوجي، البيولوجيا الجزيئية. هما بيحاولوا يعملوا تغييرات في الجينات، وشغل بيولوجي بس على مستوى الجينات والجزيئات الدقيقة يعني. وده طبعا هو اللي عامل شغل الجيناتيك انجينيرينج والقفزة العلمية في العلاج بالجيناتيكس عموما يعني. فخدت منحة بقى فخدت منحة هي برضو في الحقيقة في نفس الجامعة، وده كان من حظنا يعني. وفي الحقيقة فضلنا مع بعض فترة، بس أنا عشان كنت يعني بدأت قبلها فخلصت قبلها، فعشان أنا كنت مرافق ليها فكنت لازم المفروض أنتظر معاها سنة أو سنة ونص. ففي خلال الفترة دي في الحقيقة أنا تقابلت في المدينة القريبة مننا في جامعة سنسناتي يعني، في أزا باحث يعني أزا ريسيرشر. وبعد كده قضيت أنا في الجامعة القريبة من المكان السكن عندي السنتين دول، وكانوا سنتين مثمرين جدا، لأن في الحقيقة أنا اشتغلت مع واحد من أكبر علماء الفيزيكس في المنطقة. يعني حضرتك قضيت هناك في الجامعة باحث يعني ده عمل بعد الدكتوراه. يعني كنت باحث في الحقيقة، كنت خلصت الدكتوراه. تمام. بيسموه بوست دكتور فيلو، ناس ساعات بترجمه زمالة، بس انا مش يعني ما اعتقدش انها ترجمة دقيقة. هو عمل كباحث بعد الدكتوراه. طيب يعني برضو وجود حضرتك كباحث لمدة سنة ونص أو سنتين، هل في الوقت ده برضو في الجامعة مثلا هم بيقولوا احنا عايزين في موضوع معين وتشتغل عليه وتعمل أبحاثك عليه، ولا هو برضو الموضوع خاص بخيالك واختيارك لتخصص معين؟ في الحقيقة ده حاجة مهمة قوي، لأن طريقة العمل بتاع البوست دكتور أو الباحث ما بعد الدكتوراه هو في الحقيقة الاتنين مع بعض. يعني الأستاذ اللي بيختارني عشان أشتغل معاه هو بيبقى محدد لي مجموعة من البروبلمز معينة أو من المشاكل اللي أنا أشتغل عليها، وفي نفس الوقت بيديني الحرية برضو أن أنا أشتغل في المواضيع اللي أنا حاببها، طالما أنا بأشتغل في الاتجاه اللي هو محدده بشكل كافي. يعني ما اخدش من حق ده لده يعني من ناحية الوقت يعني. لان يعني اعتقد ان شغلك كله قايم على الخيال، يعني خيالك، فانه حد يقول لك تخيل كذا موضوع صعب، ممكن يبقى في مجالات تانية لكن بالنسبة لك لا. مش كده. وهو لو هو اقنعني بان الفكرة بتاعته دي فكرة جيدة، وانها ممكن تحل مشاكل معينة عندنا مثلا في الفيزياء النظرية. لكن في الحقيقة دايما بيبقى فيه حرية بحث علمي، بمعنى ان انت بتختار الموضوع اللي انت عايز تبحث فيه واللي انت عايز تقضي وقت دراسة فيه. وده موضوع مهم، لانه ده ما بقاش موجود دلوقتي يعني عندنا في كتير من الاقسام في الجامعات المصرية.
في أقسام كتير جدا سيادتك بتدخلي فيها، بيبقى المعيدين متعينين ولستة. المعيد الفلاني ممكن يشتغل مع الشخص الفلاني أو المعيد الفلاني يشتغل، ده بيتنافى مع حرية البحث العلمي، لأن الناس اللي هي بتشتغل في البحث العلمي دي بشكل ما أو بآخر ناس بتبقى عايزة تكرث حياتها في حاجة معينة. بس احنا ممكن نتناقش في الموضوع ده بعدين يعني بعد شوية بس، لأنه يعني هي الفكرة كمان أنه في موضوع أو مجموعة من التحديات اللي بتقابل المجتمع أو العلم بشكل عام، وإحنا بنخطط لهذه التحديات أو بنشوف التحديات دي وبنشوف العلماء اللي يقدروا يفكروا في حلول لهذه التحديات، فيمكن عشان كده بيتم تحديد بعض الموضوعات. يعني أنا مش عارفة بس بتخيل أنه ممكن يكون ده رد يعني. لا هو في الحقيقة ده الرد اللي طبعا ناس كتير بتقوله وأنا بحترمه، بس لما يكون في خطة حقيقية محطوطة. طيب نتكلم بقى على يعني مشوارك، لانه مش بس حضرتك كنت بتتلقى العلم وباحث، لكن كمان ليك مشوار حتى في يعني في الخارج كأستاذ. بس هرجع تاني لفترة يعني التعليم والتعلم من خلال وجودك سواء في إيطاليا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، وبمناسبة حصول حضرتك على جائزة، لا يعني حضرتك كنت باحث هناك وطالب حصلت أيضا على جائزة. تمام. فنتكلم على يعني حصولك على جائزة وانت طالب برضو أكيد ليه مردود وشكل مختلف بالنسبة لك وأثر عليك بعد كده. تمام. هو في الحقيقة ده فعلا حصل لما أنا كنت تقريبا في آخر سنة في الدكتوراه في جامعة كنتاكي. كان في زي هو مش جوائز، هي بتبقى جائزة ومنحة في نفس الوقت. المنحة دي الطلبة اللي هم عملوا شغل كويس في الدكتوراه، بمعنى ان هم انتجوا بحثيا يعني بشكل جيد، بيقدموا عليها، واللي بيفوز بيها ده بيقدر ان هو يروح في واحدة من الجامعات الكبيرة يدرس فيها لمدة سنة. دي كانت الجائزة في الحقيقة. فأنا لما حصلت عليها سنة 2000 يعني خدت الجائزة ورحت درست في الـ MIT لمدة سنة، في ماساتشوستس انستيتوت اوف تكنولوجي لمدة سنة، ودي كانت واحدة من أجمل الفترات اللي أنا قضيتها في الجوائز. وأجمل الجوائز إنه يبقى في منحة لعالم، أعتقد إن دي حاجة مهمة بالنسبة له يعني. بالظبط. وفي الحقيقة كانت، لأن طبعا الـ MIT ده واحد من الأماكن رائعة جدا في العالم والقليلة، يمكن من أفضل 10 أماكن في العالم في دراسة الفيزياء والهندسة وحاجات كتير جدا. فده من الأماكن اللي هي بتناطح هارفارد وبتناطح كالتك وبتناطح الأماكن الكبيرة دي. فطبعا شفت كمان مجموعة من العلماء يعني رائعة وقتها يعني أنا يعني كنت بتغدى مع فرانك ويلتشيك اللي بعد كام سنة خد نوبل برايز، وبتقابل مع ناس كبار جدا بتكلم معهم في المشاكل الحديثة بتاعت الفيزياء، وكانت سنة فعلا جميلة اتعلمت فيها حاجات كتير واخدت كورسز فيها كتير. وحضرتك بتقول انك اتعلمت النتيجة لانك قابلت ناس يعني من بداية كلية العلوم هنا اللي اثروا فيك زمايلك. لا واساتذه برضو، بس انا بحط أيوة التاثير بتاعهم هم الاثنين. بس انا بتكلم على انه فكره الفيزياء النظريه يعني قايمه على فكره المناقشه والبحث. فبالتالي ناقشت علماء بقى كبار. بالظبط. بالظبط. وكان ليها اثر برضو عليا كبير في الحقيقه لما اتناقشت مع فرانك ويلتشيك كذا مره، واتناقشت مع جيفري جولدستون وبارتون زويبك، ناس يعني فطاحل في بس حضرتك كنت لسه بتقولي انه يعني في حد يقدر يقنعك بالفكره فتبدا تشتغل عليها. بالظبط. هل يعني في سفرياتك برضو لسه في مرحله حضرتك باحث، كان ممكن حضرتك تقنعهم بافكارك ولا لا؟ يعني هم علماء من اوروبا وامريكا
هذاك عالم مصري. مين اللي كان بيقنع مين؟ في الحقيقة هو لازم الواحد يتعلم كويس عشان بعد كده يقنع. يعني لازم الواحد يبقى يشتغل assistant كويس جدا عشان بعد كده لما يبقى زي ما بيقولوا باحث أول يبقى باحث أول قوي. ما أنا كان سؤالي على فترة حضرتك لسه كنت باحث، احنا لسه تمام. ما اتكلمناش على مرحلة الأستاذية. تمام. هو المرحلة دي في الحقيقة بدأت بعد لما رجعت من أستاذ زائر. يعني أنا كنت لحد وقت أستاذ زائر يعني أنا بعرض عليهم مواضيع ونشتغل فيها، هم برضو يعرضوا عليا مواضيع ونشتغل فيها. لحد بعد الفترة دي بقى بدأ عندي أنا إنتاجي الخاص الكتير. يبقى بقى بما أنه في إنتاج خاص بدكتور عادل هنتكلم عليه بالتفصيل ومرحلة الأستاذية بعد الفاصل. طبعا ظريفة جدا ان الواحد يتعرف على علماء في مجاله وفي مجالات مختلفة كمان، طبعا حاجة مشجعة من ناحية، حاجة مشرفة، حاجة تفرح. يعني احنا بنشوف برامج عن لعبة كورة والممثلين المشهورين، اكيد هتبقى اجمل بكتير كمان لما نعرف حاجة في تخصصاتنا، وهتبقى هتساعدنا، هتدينا افكار صغيرة ممكن نبني على اساسها شغل بعد كده ان شاء الله. الرسالة الذاتية بتاعت العالم طبعا مهمة جدا، لان انا عايز اعرف المنشأ بتاعه برضو، نشأ في بيئة شكلها ايه عشان كده هو طلع يعني عالم او ادى مجهودات معينه في مجال معين او كده. يعني مش لازم بس اعرف العلم بتاعه وتخصص ايه، مع ان ده هو حاجه مفيده برضو. يعني هو غير اللي حققه داخل المركز، ايه اللي حققه خارج المركز، وايه اللي ساعده في كده، دكاتره اللي ساعدوه داخل المركز وخارج المركز، الريسيرشز اللي عملها كانت مين الببلشر اللي نشرها له، الحاجات دي كلها بتهم اي باحث صغير على الاقل يعني نفولو الستبس بتاعته. يعني العالم لو عمل بحث واحد فاد الدنيا كلها الناس هتفتكره طول عمرها، فده هيبقى علامة بارزة لي. فده اللي كان نفسي، اللي دايما البرامج العلمية الهدف انها تسلط الضوء على البحث العلمي والانتاجات والمخرجات البحثية بتاعته اللي هي تفيد البلد ذات نفسها. احنا عايزين نطلع ابحاث احنا اللي نستفيد بيها ونطبقها فعلا على الفيلم، ونطبقها فعلا عمليا. وكل سنة بقى البرنامج طيب، وان شاء الله يا رب مزيد من التقدم ان شاء الله بإذن الله. بنزرع، بندعم، بنبني ونعلم، وكل يوم بنرفع اسم بلدنا. تعالوا نكمل، نشتغل أكتر وأكتر ونجود أكتر. مصر بتتغير بإيد كل واحد فينا. مصر بتتقدم كل يوم بينا. رجعنا مرة تانية أعزائي المشاهدين، كنت بكلمكم على مرحلة دكتور عادل فيها أصبح أستاذ، سواء هنا في مصر أو يعني أستاذ زائر في الولايات المتحدة الأمريكية. فكرة أنه يقنع عالم آخر بأفكاره، وصلت ليها بعد لما بقيت أستاذ ورجعت مصر مرة تانية. تمام. وبعد لما أنا بدأت أبقى مدرس أو زي ما بيقول يعني assistant professor، يعني بدأت طبعا أبقى محاضر في الجامعة، وبدأت يبقى أحط الخط بتاع الأبحاث بتاعتي بقى بنفسي، وأنا اللي بفكر في الاتجاهات البحثية اللي أنا مهتم بيها واللي أنا عايز يعني أدرسها بشكل أكبر وكده. فالفترة دي من 2004 لحد 2008 أنا في رأينا فترة التكوين البحثي بقى. دي فترة كانت أبحاثك عن إيه؟ كنت مهتم بإيه في الوقت هو ده؟ في الحقيقة في الوقت دوت أنا كانت امتداد لأبحاث الدكتوراه، يعني فيها حاجات كتير كانت امتداد لأبحاث الدكتوراه، اللي هي كان ليها علاقة بإن أنا عايز أفهم العالم الصغير والعالم الكبير مع بعض في خلال نظرية معينة. يعني
اسمها الجيج جرافيتي دواليتي يعني. والنظرية دي كانت بتحاول تفهم أكتر بعض المشاكل اللي احنا بنشوفها في البلاك هول فيزيكس أو الفيزيكس بتاعت الثقوب السوداء. تمام. فبعد كده بقى بدأت أنا يعني أرجع مصر وأبتدي أعمل خط بحثي تاني ليا. وبدأت في الحقيقة موضوع مختلف خالص عن اللي أنا عملته قبل كده، ألا وهو الكوزمولوجي أو علم الكون. بدأت أنا مع نفسي أقرأ وأتعلم علم الكون، ودي حاجة مش من الحاجات اللي أنا اتعلمتها ولا في الدكتوراه ولا قبل كده. هل أبحاثك دي هي اللي قدمت من خلالها حصولك على جائزة الدولة التشجيعية ولا إيه؟ لا، التفاوض. جائزة الدولة التشجيعية بتبقى على مجموعة من الأبحاث، يعني تمام. خمس تمام. أبحاث أعتقد كانوا إيه بقى، عن إيه يعني؟ الجوائز دي كانت على الفترة اللي هي ما بين 2004 ولحد 2009 و10. دي الفترة دي ما كنتش لسه بدأت فيها في علم الكون. أنا بدأت علم الكون في الحقيقة من 2011-2012، بدأت أتعلم وأدرس، وفي فترة كده أعتقد زي سنة أو حاجة زي كده تقريبا توقفت فيها عن النشر العلمي، وقعدت بس مركز في أن أنا أتعلم المبادئ الأساسية للعلم دوت. وبعد كده بقى بدأت أنتج فعليا في من 2013 ببحث عملته وأنا كنت أستاذ زائر في جامعة زويل. أنا قعدت سنتين هناك. في الفترة دي بدأت أعمل مجموعة من الأبحاث لها علاقة بعلم الكون. ومن وقتها بقى لحد سنة مثلا فاتت أو كده، الأبحاث اللي هي اتعملت في الفترة دي هي الأبحاث اللي أنا تقدمت ليها في جائزة التفوق. دكتورة عادل عوض، طبعا من بداية الحلقة باركنا له على جائزة التفوق، وبعدين رجعنا وعرفنا أول جائزة حصل عليها وكانت في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت منحة. لكن بعد كده بقى في مشوار من أو حصيلة كده من الجوائز عايزين نتكلم عنهم. بداية من إيه بقى؟ يعني هو بعد لما رجعت على طول في الحقيقة وقعدت برضو، كانت العلاقات ما بيني وما بين مركز الفيزياء النظرية في تريستا لسه، وكنت قدمت في الحقيقة على أستاذ مشارك هناك، وكنت رحت هناك كذا مرة، فده برضو أتاح لي أن أنا أبتدي أعمل مناقشات مع العلماء اللي هناك وكمان زمايلي من العلماء المصريين، وعملنا مجموعة أبحاث في الفترة دي. في الحقيقة هي دي الأبحاث اللي أنا تقدمت بها في الجائزة بتاعت دكتور حسين أبو ليلة بتاعت جامعة عين شمس، اللي هي واحدة من الجوائز الفيزياء النظرية المهمة في جامعة عين شمس. وبعد كده بقى لما رحت كأستاذ زائر في جامعة كنتاكي، عملت في الحقيقة شغل مع دكتور شومت داس، واحد من الصور كان عنه يعني. في الحقيقة هو عالم هندي ساب تاتا انستيتيوت في 2004 وراح الولايات المتحدة، وواحد من أهم العلماء بتوع الفيزياء النظرية، يعني أهم مثلا 10 علماء في الهند في الفيزياء النظرية. وتعاونت معه وكان تعاون مثمر جدا، أنتج حوالي 3-4 أبحاث عملناهم واتنشروا في واحد من أكبر الدوريات العلمية، وكان في الحقيقة مصدر سعادة لي أنا، لأن يعني اتعمل شغل اوريجينال فعلا، شغل جديد في المواضيع دي. الابحاث دي بقى هي اللي خلتني انا اتقدم للترقية كأستاذ مساعد، وبعد كده للجائزة بتاعت جائزة الدولة التشجيعية. بس كده بعد كده بعد كده بقى، بعد لما خدت الاستاذ بقيت استاذ مساعد و خدت جائزة الدولة التشجيعية، في الحقيقة قعدت فترة في الجامعة الأمريكية كأستاذ زائر، وانا دلوقتي برضو استاذ زائر في الجامعة الأمريكية الفترة.
وبعد كده في جامعة. في جائزة 2016 من الجامعة البريطانية. وفي جائزة في الجامعة البريطانية. وفي الحقيقة أنا استغربت حضرتك توقفت وقلت بس لا في لسه تاني. هو بعد كده أنا رحت مدينة زويل العلمية، اشتغلت فيها سنتين كأستاذ مساعد وعملت برضو إنتاج كويس قوي. وبعد السنتين دول يعني انتقلت للجامعة البريطانية، قعدت أعمل هناك لمدة 3 سنين، وكنت في مركز الفيزياء النظرية هناك. وفي الحقيقة الفترة دي برضو كانت فترة مثمرة جدا وفترة جيدة جدا، لأن الحاجة الميزة كانت في الجامعة البريطانية في الحقيقة أن هي ادتنا تفرغ نسبي. يعني قالوا ان احنا مجموعة العلماء بتوع الفيزياء النظرية اللي موجودين في مركز الفيزياء النظري ممكن نديهم تفرغ نسبي بحيث يعملوا ابحاث بشكل اكبر، وده كان ليه مردود جيد جدا، لان فعلا تفرغنا للابحاث وعملنا انتاج جيد جدا، مش انا لوحدي، انا ومجموعة من العلماء الاخرين، منهم دكتور عمرو الزانت ومنهم دكتور جمال ناشد زمايلي يعني كانوا هناك. وفي الفترة دي برضو كانت فترة مثمرة جدا بالنسبة لنا، ودي حاجة مهمة. أنا شايف إن هو من وقت للتاني الجامعات المصرية مهمة قوي تدي الناس النشطين بحثيا فترات كده يتفرغوا فيها للبحث عشان يزيدوا إنتاج العلمي. يعني ده هيبقى مرتبط بالسؤال الخاص بالبحث العلمي، ولسه كان حالا دكتور بيتكلم على فكرة انه الواحد هو اللي يتخيل وهو اللي يفكر ومحدش يقوله الاتجاه ايه، وساعتها احنا قعدنا نتناقش في فكرة انه ممكن يبقى احتياج المجتمع لبعض الموضوعات. بس تمام. خلونا نرجع تاني للنقطة بقى من اولها ونشوف عشان نتكلم على اهتمامنا بالبحث العلمي وتقدم بلدنا مش ممكن يحصل من خلال الا من خلال البحث العلمي، فيبقى لازم نشوف الطريق الصح ايه. تمام. حضرتك شايفه ازاي من خلال مشوار، من خلال سفر لمجموعه من الدول وتعلمت هناك وعلمت كمان هناك. تمام. هو في الحقيقه احنا عشان نجاوب على السؤال ده بشكل جيد لازم نفهم الاول منظومه نفسها بتاعة البحث العلمي وازاي في الاخر بتؤدي للتكنولوجيا، لان انا بحس ان في عندنا شوية لخبطة في القصة دي، لدرجة ان الناس ناس كتير يعني من اصدقائي، انا بحسها من اصدقائي ومن معارفي، هم فاكرين ان التقدم في البحث العلمي ليه علاقة بان الناس يبقى في اختراعات وفي تطبيقات على طول. تمام. تطبيقات في الصناعة، تطبيقات في الزراعة، التطبيقات دي المحصول في الآخر، لكن فين البداية؟ البداية هي العلوم الأساسية، ده المخزون المعرفي اللي عندنا، المخزون المعرفي اللي عندنا ده اللي هي العلوم النظرية، يعني العلوم الأساسية. لا، العلوم الأساسية اللي هي الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الدراسات اللي فيهم الدراسات العملية والنظرية، احنا ما بنفصلش ما بينهم، دي كلها دراسات العلوم الأساسية. تمام. الدراسات دي ده المخزون المعرفي اللي عندنا اللي بيؤهلنا بعد كده ان احنا نمسك ظاهرة معينة نعمل عليها تطبيق، التطبيق ده يؤدي الى انتاج وتطور تكنولوجي وتطور صناعة. مثال على كده مثلا النظريات او نظرية ماكسويل في الكهرومغناطيسية، دي في الاول كانت افكار نظرية، مجموعة من المعادلات ماكسويل حطها كان شايف فيها نوع من الصحة والجمال وتفسير للظواهر الكهرومغناطيسية، لكن في الحقيقة وقتها لو أي حد كان سأله هو إيه التطبيق بتاعها هيقول له ما عرفش إيه التطبيق. بس في الحقيقة التطبيق بتاعها بقى الدينامو، وبقى الموتور، وبقى شبكات الكهرباء كلها اللي موجودة عندنا، وبقى الباور بلانتس اللي هي مصادر توليد الكهرباء، كل ما هو له علاقة بالكهرباء احنا بنعيش او حوالينا بيخدمنا ليه علاقة بالاربع معادلات بتوع ماكسويل دول. نفس الحكاية برضو فكرة المعادلة البسيطة بتاعت اينشتاين E equals MC square اللي احنا
كلنا عارفينها اللي هي تحويل المادة لطاقة والطاقة المادة. دي كانت فكرة نظرية خالص برضو بالنسبة لأينشتاين. ولو حد سأل وقتها 1905 لما عملها انت شايف دي هتؤدي لإيه، هيقول برضو ما عرفش. المعادلة دي بعد كده عرفنا نعمل منها الانشطار النووي والاندماج النووي والطاقة النووية كلها بالحاجات الكويسة اللي فيها والحاجات السيئة اللي فيها. فالمعرفة نفسها حاجة قوية جدا. استخدامها بقى هيبقى ازاي؟ ده ليه علاقة بالهرم اللي احنا عاملينه عشان نستفيد بيه. والمعرفة هي طريق الاقناع. يعني انا مثلا طول الوقت بتكلم على لازم يبقى فيه ابحاث تطبيقية، واحنا محتاجين شغل التطبيق، وعندنا مجموعة من التحديات نحلها. تمام. لكن حالا من خلال المعرفة، من خلال شرح الدكتور واقنعني انه لا، مهم يبقى العلوم الاساسية الاول نبقى عارفينها عشان نعرف. دي القاعدة بتاعت الهرم. دي القاعدة المعرفية بتاعت الهرم العلمي والتكنولوجي بتاعنا. زي كده عشان حضرتك نعرف نبني بقى. ايوه، ناخد منها ننهم منها ونشوف تطبيقات. بس هو مهم قوي عندنا. لذلك الدول المتقدمه كلها المعارف الاساسيه اللي عندها في العلوم الاساسيه رهيبه. يعني الهند مثلا عالم ثالث، واسوأ حالتهم اسوأ مننا، ومع ذلك هم مصرين جدا ان العلوم الاساسيه عندهم تبقى حاجه مهمه جدا. ليه؟ عشان هم عارفين القصه دي، عشان نعرف نبني عليها بعد. عشان نعرف نبني. هي زي ما انا بقول الزخم المعرفي اللي عندنا، او تنك المعرفة اللي عندنا اللي احنا ممكن ناخد منه نعمل اي تطبيقات. وبعد كده بقى نقدر نطلع في التطبيقات زي ما احنا عايزين. بس ما ينفعش ان احنا نهمل هذا القاعدة الاساسية بتاعت الهرم، وإلا يبقى احنا بنخل البناء. دكتور رعاد العوض، مرة تانية بنبارك لحضرتك. ألف شكرا جدا. أعزائي المشاهدين، بشكركم في النهاية، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم علماء من بلدي. حاجة كل ما تنزل زيادة فيها إن فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تتبت فيها شيء.